أرحب بكم من المنصة التربوية. أنا الآن سلوس قصبيح، مدرسة مادة علم الأحياء في ثانوية بردة المحمصة. نتعرف على الأسماء: ريم ليلى، إيسان مصطفى، فاطمة حسين عبدو، ديانا أندورة. أهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأ درسنا اليوم بمقطع فيديو، ثم ماذا نستنتج من هذا الفيديو؟ أشخاص يقومون بحركات توازن. أحسنتي. تفضلي إيسان. فتاة تعاني من مرض ما في أذنها. صحيح. إذن درسنا اليوم له علاقة بالتوازن. ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ أو ماذا نلاحظ من هذه الصورة؟ تفضلي ريم. بحار يشعر بالدوار. إذن بحار يشعر بالدوار. لماذا يشعر هذا البحار بالدوار في عرض البحر؟ تفضلي. ربما يوجد خلل في مستقبلات التوازن. أحسنتي. إذا خلل في إرسال التنبيهات من مستقبلات التوازن إلى أماكن أو إلى مراكز التوازن. أين تقع مستقبلات التوازن بالأذن الداخلية؟ في الأذن الداخلية أين تقع؟ ديالك. في القريبة والكويس والقنوات الهلالية الثلاث. إذن أخذنا في الصفوف السابقة أنها تقع في القريبة والكويس والقنوات الهلالية الثلاث. إذن نتساءل نحن كيف يمكن للإنسان أن يمشي دون أن يسقط أو يستطيع أن يحدد الجهات الأربعة. إذن لابد من وجود جهاز ملاحة يشبه جهاز الملاحة البحرية للسفن، يوجه حركة الإنسان ويساعده على الوقوف، وهذا الجهاز يعرف بجهاز التوازن. سندرس اليوم من جهاز التوازن فقط مستقبلات التوازن. لماذا يقوم الجسم بفعاليات عضلية متناسقة في أثناء الحركات الدورانية المختلفة؟ تفضلي. لوجود مستقبلات التوازن. إذن لوجود مستقبلات التوازن أو مستقبلات متخصصة في مثل هذه الحركة. أيضا ما سبب إحساسنا بحركة المصعد نحو الأعلى أو نحو الأسفل أو انطلاق السيارة بنا أو تغيير مسار طريقها؟ ما السبب؟ لوجود مستقبلات توازن مسؤولة عن هذه الحركات؟ أحسنتي. أيضا لوجود مستقبلات توازن مسؤولة عن هذه الحركات. لنشاهد هذا المقطع وهو سيجيبنا عن هذه الأسئلة. إذن هذا أو أين تقع مستقبلات التوازن المسؤولة عن الحركة الأفقية؟ تفضل. في نطخة الكويس القريبة. في القريبة.
أين تقع مستقبلات التوازن المسؤولة عن دوران الرأس؟ تفضل. في القنوات الهلالية السلام. إذن في القنوات الهلالية الثلاث، تقع في القنوات الهلالية الثلاث. تزودنا مستقبلات التوازن في القريبة والكويس بإحساس التوازن، سواء كان الجسم متحركا أم ساكنا. إذن هذا ما رأينا. لدينا النشاط الآن، وصف الأشكال من خلال هذه الأشكال الموجودة أمامنا، سوف نجيب على النشاط الموجود أمامكم. السؤال الأول، تتوضع الخلايا الحسية المهدبة ضمن بنى بيضوية الشكل تعرف ب، تفضل معاكم الوقت. نلاحظ تتوضع الخلايا الحسية ضمن بنى بيضوية في كل من القريبة والكويس تعرف ب، ديالة تفضل. اللطخات. إذا تعرف باللطخات، لاحظوا لطخة الكويس ولطخة القريبة. تتوضع لطخة الكويس بشكل إيسال تفضل. أفقي. لطخة الكويس بشكل شاقولي. شاقولي. بينما تتوضع لطخة القريبة ريم تفضل. تتوضع بشكل أفقي. إذا توضع بشكل أفقي، نلاحظ أن لطخة الكويس تتوضع بشكل شاقولي، بينما لطخة القريبة تتوضع بشكل أفقي. مما تتكون لطخة القريبة؟ لاحظوا من خلال الشكل مما تتكون اللطخة؟ تفضلي فاطمة. من خلايا حسية مهدبة، طبقة هلامية للحصيات التوازنية. أحسنتي، إذا تتكون من خلايا حسية مهدبة مغروسة ضمن طبقة هلامية، وهذه الطبقة يوجد عليها الحوصيات التوازنية، وهي عبارة عن بندورات من كربونات الكالسيوم. إذا هذه لاحظنا أن لطخة الكيس تتوضع بشكل شاقولي، بينما القريبة بشكل أفقي. بما أنها تتوضع بشكل شاقولي فهي حساسة للتغيرات الشاقولية، بينما لطخة القريبة حساسة للتغيرات نلاحظ هنا بالشكل ضمن القنوات الهلالية يوجد بنى، توجد بنى. أين تقع هذه البنى وماذا تدعى؟ تدعى الأنبورة. أين تقع هذه الأنبورات؟ تفضلي ديانا. بداية توسعات القنوات الهلالية الثلاث. أحسن، إذا في بداية توسعات القنوات الهلالية الثلاث، وسابقا قلنا أن القنوات الهلالية الثلاث مسؤولة عن الحركات الدورانية للرأس، بالتالي هذه الأنبورات هي المسؤولة عن الحركات الدورانية للرأس. مما تتألف الأنبورة؟ تتألف الأنبورة تتألف، تفضلي لي. من ألياف عصبية ومن العرف ومن خلايا حسية مهدبة ومن اللمف. إذن تتألف من ألياف عصبية ومن العرف وخلايا حسية مهدبة مغروسة ضمن طبقة هلامية تدعى الكبيبة، تأخذ شكل الكبيبة لذلك سميت بالكبيبة، وبالإضافة إلى اللمف. تستجيب مستقبلات التوازن الموجودة في القنوات الهلالية إلى الحركات الدورانية للرأس، إذ تتنبه الخلايا الحسية المهدبة في الأنبورات نتيجة حركة اللمف الداخلي فيها، بينما تصبح غير نشطة عندما يكون الجسم ساكن. فقد تكون فعالة عندما يكون الجسم متحركا، وتكون غير نشطة عندما يكون الجسم ساكنا. نلاحظ هنا لدينا العصب الدهليزي في الأعلى والعصب القوقعي في الأسفل. في الدرس الماضي أخذنا العصب القوقعي هو ينقل التنبيهات الناتجة عن التنبيهات الصوتية الناتجة عن تنبيه المستقبل الصوتي إلى مراكز السمع، بينما هنا العصب الدهليزي ينقل التيارات العصبية الناتجة عن تنبيه مستقبلات التوازن عبر العصب الدهليزي إلى مراكز التوازن في الدماغ. إذن هو وظيفته نقل السيالات الناتجة عن تنبيه مستقبلات التوازن إلى مراكز الدماغ. أين تقع مراكز التوازن في الدماغ؟ تفضلي. في المخيل. إذن تقع في المخيل. لدينا المقطع الآتي.
أمراض الأذن. أمراض الأذن لدينا نوعين من الصمم: الصمم التوصيلي والصمم العصبي. الصمم التوصيلي له علاقة بخلل في الطرق الناقلة، مثل لدينا قلة مرونة غشاء الطبل أو قلة مرونة الغضاريف الموجودة ضمن العظيمات السمع أو قلة مرونة الغشاء النافذة البيضية. بينما الصمم العصبي ينتج عن ازيات ضمن المستقبل في الحلزون أو في العصب القوقعي أو في المراكز العصبية. نوعا الصمم، من يعيد علي نوعا الصمم؟ تفضل إيسان. الصمم التوصيلي والصمم العصبي. إذا الصمم التوصيلي والصمم العصبي. لدينا التقويم الآتي، لديكم دقيقتان للإجابة على التقويم. عندما تتحرك السيارة انطلاقا من موقفها، يتولد لدي إحساس بالسرعة الزائدة نتيجة لتنبيه المستقبلات الحسية في، تفضلي ريم، في لدغة القريبة. أحسنتي، إذا في لدغة القريبة. بنى بيضوية في القريبة والكويس تتجمع بها مستقبلات التوازن. اللطخات. إذا اللطخات، أحسنتي. حدد بدقة مكان وجود مستقبلات التوازن التي تستجيب للحركات الدورانية للرأس. فاطمة. القنوات الهلالية الثلاث. أحسنتي، إذا القنوات الهلالية الثلاث. قارن بين لطخة الكويس ولطخة القريبة من حيث توضع الخلايا الحسية المهدبة الحساسية للتغيرات الناتجة عن الحركات. توضع الخلايا، تفضل ديالا. في لطخة الكويس تتوضع الخلايا الحسية المهدبة بشكل أفقي. أحسنتي. أما في لطخة القريبة بشكل شاقولي. أحسنتي. لطخة الكويس حساسة للتغيرات الشاقولية، أما لطخة القريبة حساسة للتغيرات الأفقية. أحسنتي. قارن بين الصمم التوصيلي والصمم العصبي من حيث السبب. تفضلي ريم. الصمم التوصيلي ناتج عن تناقص في مرونة غشاء الطبل وفي مرونة النافذة البيضية والمفاصل بين والمفاصل بين عظيمات السمع، بينما الصمم العصبي ناتج عن أذيات ضمن المستقبل الصوتي في الحلزون أو في المراكز العصبية. أحسنتي، إذن نلاحظ تتوضع لدغة الكويس ولدغة القريبة تتوضع الخلايا الحسية المهدبة بعكس توضع اللدغة بحد ذاتها. إذا تتوضع الخلايا الحسية بشكل أفقي، بينما في لدغة القريبة بشكل شاقولي. الحساسية للتغيرات الناتجة عن الحركات لدغة الكويس للحركات الشاقولية، بينما القريبة الأفقية. من قارن بين الصمم التوصيلي والصمم العصبي من حيث السبب. الصمم التوصيلي تناقص في مرونة غشاء الطبل أو مفاصل بين عظيمات السمع، بينما الصمم العصبي أزياد ضمن المستقبل الصوتي في الحلزون أو في العصب القوقعي. وصلنا إلى ختام درسنا اليوم، شكرا لكم.